وإقارة بالتفقى نموخ وبغضة حلقة خثة من خرزوخ وشوعايا قونة من أثري هل بات ديوب هت هاويلا نخذ خقونة يعني نخذ أرخثة بد ما حكيا اللي دموهوثة دي ديلا خشولة يعني خموهوثة إبن أمرخ سنيقي خلح دها وبرشتيلا ديلا واذت شم ين صناعة الشموع أرخثة ند ديوب بتهويا ساندرا دمرخ بشينا ساندرا شينا جيانخ ساندرا اكيد اديوب ايلان تفقخ اما خدمه حكيتن الموهبه ديخ يعني الشولخ ديك بالخت اكيد متعدد المواهب لا بس شمعة لان يعني وبغزايا كبير من ديان اخ بريس نعم فديخ كبت مشارخ لا تفقت ديان او لقاء ديان مشارخ لا موهبه كصناعه الشموع لو مشارخ لا الحجر صناعة الحجر كيف أخبرك عاجب لك؟ لو مشارخ ساندرا مانيلا أوكي؟ كيف يلا ساندرا سمير من القش مواليد 1998 خريجة معهد قسم IT معهد تقني دهوك وبس شينا بقاوخ ساندرا خازخ كبير من خريجين اديوما بأنه لبري له فرصة تتبلخي جو اختصاص أو جو مجال عمل دي اني لكليات او معاهد خازخ له بانه ودله خي الصيبوث او خ اهتمام جو تطوير الموهبه يعني صح. كنت برناشة اتخ خليته والاثي الاثرى واتخ خليته بس اتخليته كب يعني خ مكتشف له يا اما بيثوثه عائله كويا يا اما دكان يعني كاويث المنظمات او جهات كوذي تبني دي فما حكخ ديخم شوريلخ يعني بانه بما انه كذا خلص لخ من معهد لبري له فرصه توظيف تشوله فاكيد واللي البال يعني صراحه شمع انا يعني مندي كلش كبنا من انا زرته ابن امرخ دخ هوايه واو طالي فيعني بالي انه اي دوكتك بلطن ولا مثلا شمعك عجبي لي دائما فشقلا واله فخازخ يوم من يومات فتوته هي دخوكم عاجب لي انه مري قايلك اذن انا شمعة يعني ما دامك عاجبي لي فانا اذني فدرس لي خاقصة اشيلة شمعة وجلي بطرح وقصة قصة بعدين يعني انا قلب لي امدق يعني قصة 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 الحد ما من التجارب يعني بالخطوة اذت ومختجربة يعني اكيد تجربة كبيرة يعني ولد امطالي اللي اخذ نتيجة دكبنا انا ويعني غزيلي شولي انه نجح لي قاوح فبتخلي صفحة ميري تخاطر يعني ناشد خازة شولي داخلي بشمعة وبعدين قصة قصة هم بقالي انه ديالبن بش وبش خنا فواري بدورة هم ويعني شقلي دورة الشمع وكم خلصنا والحمد لله داون بلاخة قوي اكيد يعني ثيلة من تخملتها يعني لانه دائما ناشا كاويل من ديبالع دائما صحيح كنت كاوزورة قايبة ايتوالة الشمعة يعني لكن يعني انا شمعة كبنة كبيرة يعني هذا حسن زوالة خلقيتا خزيت ومال هوي شمعة او مناسبات دباري و من ايتا من مناسبات يعني ابسط شيء مثلا كبلطت دوكا شوقة او مندي دك خزيت شمعة هذا معطرة وقايفة جادو بالي اثمن دي كبيرة يعني كحسن انه كشبيلي دخ كاوي استرخاء تناشا خمندي ابداعي الحلو يالا يعني قصة قصة فمن جذب لي إلا يماري تبلخني أنا يعني دائما ناشك خازغ بأنه منتي دي كبيلة يعني كو قريبة منه صحيح فيعني أكيد مكتشف لغ بأنه آية قروتة للشولة أو للصنيتة من خلال دغدميرخ يعني بأنه ما يخطوى ريخي خاصة أناني شمع المعطر دي لديها نخيذ بس هواية شمع لو متعددة هوايات اتخ هواية خرتها كبيرة هواياتي لصراحة بس حاليا انه هواية دين انا ببلاخح شمعي لا وحجر دين بلاخة دها قاوي زين يعني اثوالخ هوايات متعددة مخمها مثلا اذا امرخ تصوير رياضة سباحة كبيرة ودلخ اختيار اثمن دي يعني شمعة ودلي شمعة وحجر لان غزالي انه هم خمندي غريبي له وبقالي انا يعني تبدينا صراحة فماري يلا شد مطورا نقاوح قصة قصة زين من مواقع التواصل يعني من يوتيوب إليبلخ كبيرة مثلا من يوتيوب صحيح من يوتيوب إليبلي كبيرة يعني ومتبع لي هم كبيرة بس هر خاك حايج انه تزال الدورة بش لان شمع خاقصة كبيل ابن يعني من ديان كلش دقيقة لي فلازم انه مطبقتي عدولة خاطر دأثي الشمعة عدلتها ف
ود لي يوتيوب اول شيء بدايه كيوتيوب وبعدين دوره. يعني اكيد قبل كل شيء شوله قبل تاني قبل صبر قبل ترتيب تنابق بخشكله او بخمنظر كمرخل شكلانه وحلويه تخاطر آية هايبخ عرضت او مخزيت تناش او ناش همينت اين الجذبه اللي يعني صحيح. فهو بغزاي اخوت وثته كبير يعني حتى من قونه الوان دي ياي ومن تصاميم دي وتوثتي يعني قوالبي لايتكم او ذات اختيارت قوالب ديخ يعني شمعة دكوذنة يعني ايثن قوالب وايثن كاسات قوالب انواعي لأكيد وكاسات هم يعني حسب ذوق الزبون او انا من دي دكم وفرنة زباين بس ان اذخ الا يعني خاصة كشمعة كاسات انه كياوي فوحان الدريخة بش كبيرة اطر بش كبيرة فيعني حسب رغبة الزبون انكب كاسات او انكب قوالب يعني دغدك في الليلة طلبية يعني صح يعني أنا ده هالشوليك بالخنة يعني حسب الطلب كاولي بي مثلا دي أوذن ومتون زبون معها كبه من لون من عطور من شكل من أي من دي كبير وكوذن نحيلة زين ساندرا كبداية ديخ يعني كشريثة ديخ ليلخة من دي ساناي بأنه دمشريت ورأسا أكيد أوذا تخصفها ولو دها مواقع التواصل بش لأني مغزوي بالخان وشلان صحيح. كبير يعني بش لناشا إذيع يعني عبر مواقع التواصل بش كبيرة يعني فكساب الزباين ليلخة من دي ساناي وبثاخت صفحة يجوز بقاقاثة بمرخ ساناي لا بثخلان صفحة بس بما تكسبت متابعين تصفحة ديخ وإذا التواصل أمي وإذا إقناع ديي وإرضاء زباين تتشول خمباين وبارز بش كبيرة ليلخة من دي ساناي فديخ آية عملخ مدث من دي وكبداية هو كبداية دغدميري إنه لبثخ لي صفحة رأساً أنا بيش لي بلابة وود لي تجارب كبيرة أكيد تخاب البداية كفاشل ولازم كيالب من فشل ديح فكبيرة يعني ود لي تجارب ولد مطلي تخذ نتيجة دكبلنا أنا يلا بثخ لي صفحة وكمعلننا تناشى وأكيد يعني فاخد صفحة للخمدي سهل لأن يعني مسؤولية ربثة لتدمى قنعة الزبون وتورضي النتيجة وتوري حليثة أكيد طبعاً يعني مسؤولية لدغدمي رغبي أنه أومن دي تبايش منخثة أو بريسة بأي صفحة لازم دمرضية المقابل يعني المقابل وأنا هم تتهوي مرتاحة خزن والبصيخة أنه شو لدي نوثح طالح أنا أكيد ميرخة من دي كبيرة حلوية بأنه أنا هم تهوي نرضيثة إيمان خادك بالخ لشولة يعني آتك بالخد تشولخ كنت قنعت بقاوح قناعة تامة يعني كثير من الثقة والقناعة طبعاً زين رأي زبون مهمي له لو رأي أخك فرضت رأي زبون لأنه أي شو لخيله وكذت بأنه أولي شو لحولك يا ذي أنا بش كذا كبداية يعني غزي إن ما دام مندي هواية دي أخكاوة فإيمان دك بالخطك بالخط بكل حب يعني بالختم كل حلب بخكم فنة قاوح كعجب لخ شو لخ تاو نظيفة فصراحة لا أنا يعني ده دك يا وانا شمعة زبون دائما إنه كمرنا ان اتخ اي ملاحظه واي مندي موري لا شقلت رايي يعني تعجب لي شقل رايي دي اذا انا هم تخاطر اخاف ان انت غلطت ديال بن من نحو عدلنا زين اني يعني كيذي مثلا كزباين دكيثة كيذي انت مثلا المام بث مندي يبياوي ملاحظات يبياوي لخكمه مندي انا مستفيده ايه مني كبرخله دائما ملاحظات بناءه كاوي مستفيد خاء مني فاني شو ليك وآذي تدياوي لخ ملاحظة لو مثلا كيث اللي تخملته من دي دخازة من جيالة يعني صحيح. عبر صفحات تمرخ يعني ده كل زبونة وحسب دخ مثلا قاقة ثكثية كمرالي أثشمع يعني أدي لها دخ بس ضفخة من دي خلنا ألح أو خكم لا يعني أني كياوي لي أفكار يعني تدأذني من أفذني لأن أني كعجبيلي وحسب من زبون الزبون إثن زبان يعني قابل إنه الشمعة بس مجرد هادخ شقليلة وخلص بس إثن خكم لا يعني إنه كبير شقليلة تدياوي ريخة تدهو منظرها حلوية تدهوية مرتبتة فحسب من زبون الزبونك معتمدة يعني ده خازخ له بأنه شمع بش ابن أمرخ له مخ اكسسوارات منزليه يعني صحيح. دائما إثن رغبه او إثن اقبال كبير اللي بانه ناشك شقليله من شقان او توصيه وكبيشي بخمنظر حلويه كو زوايا بيثه ينهاوي الشمس يعني حتى كو مطبخ كو هول صاله مثلا
ودها حتى قم يعني حمامات وبغزايه بانه بالضبط. خاصه العطر يعني كلها هو دها شمعه يعني ولا بيش وانما لابست ملهت تاريخها دائما شمعه مجرد منظر دي ان دريت بهول كلش حلوه اللي دريت بغض زاويه معينه كياوي جماليه ايد وكد داري لقاوح فحسب دها باخذ القوالب انه اكثر شيء شولي منظري حلويه لا تدياوي خ جماليه بينما الكاسات لا انه شولي اكثر شيء ملهت دياوي ريخه ايد وكد تدريث شمعه مش كبيره مها ايت كبايه بلاخه قوالب لو كاسات يعني كميلا اكثر شيء الكاسات لان انا ريخه بش يعني جاذب لي وكبنه كبيره فكاسات بش عجبي لي صراحه زين عطر متشمع ما حكي لنديخك بالخطه عطر متشمع يعني كبدايه انه اكيد من دليل انه بس ما موعد شمعه ودريت عطر وخلاص هذا لان قبل انه خطوات درجات حراره معينه طريقه درايه عطر نوعيه عطر ف يعني خمندي انه قبل خقص درست كبيره تخاطر ديال بتة فيعني ايما دك دالخ عطر ام شمعة يعني لازم دالخ لبغضة تقنيه معينه تخاطر دياو ريخه ايما يعني كاويث قياسات او كميه محدده لازم دريتها قياسات ودرجه حراره معينه يعني ليله بس انه هذا ما معناه دري يعني اي درجه حراره الكبار زين اختيار العطر يعني دائما العطور انواع إليه فديخكم قبيته ديخ كودة اختيار عطر تشمع يعني انا دهدك مثلا عطر لك مثلا بس عطور دك عجبي لي انا قاقاتك شغلا عطور حتى انه لك عجبي لي اوقات لان اثن زباينك رغبي عطور انا لك بني فيعني كمثلا كبير عطور لك مثلا عطر وتريك مثلا عطور محدده وزبون ايم دكيمير يعني ما عطر اتخ فكم لان فلان عطر فلان عطر فلان عطر او كم حدد ريخه دك بيله سهله البلاخة شمع جو عطر هو كبدايه مشروع شمع جيبي انه سهل ويوا بس بعدين قصه متعمق لي بس شولا كبيره تفاصيل فخقصه متهيانه بس اذا انا يعني كبلنا شولا فقبل خن وانا بصخته ومرتاحه ويعني كاون كان بيضحك كاون هي دخل فنون قاوح ابداع يعني دائما صحيح. كل خاد كبير شو يحكي بابداع وتفنن قاوح يعني فيعني كخطوات مثلا ايمن خادم شارب بلاخة بعمر سنه الى ميلا او قلابه عطر بالضبط ودرايح بقلم وهذا وما نخلق بالطريخه بالطريخه بس ايما بس ايمن اثناش البلاخة اكيد ايثن خطوات ايثن تفاصيل لتعمل تشولة لازم ناشا يعني قياساتي ليل خمندي سانا يعني حتى قاقاثة قسم من الزباين يعني حسب ما تكيذغ بانه اذ شمعة بمرت او قدس على دمري قايميل او شمعين معاناتها ديخكم عملت بدالخ نوع من الزباين هو يعني ايثن زباين تخدملي انه قم خبينا ايثن ختم لك فهمي مو لك مو سالفة لك فهمي وانما ليه لأوير كبيرة بعمق بسالفة شمع فليه بتفرقي من شمعة طبيعي الشمعة لا طبيعي فأكيد أخني بكل دكان كيزو خشوقك خازو شمعة أقرن وشمعة أرزن بس أكيد أثمدي واضح إنه الشمعة أقرن قايل أقرن لأن شمع طبيعي له إنه لاكم آثر الخاد التحساسية أو التربو لك ما بطريخة لا بسيمة يعني هو بدون عطر أصلا مجي نحريخ بسيمة له فانك ما فهمنا انه هذا خيله سالفه انا عطو يعني شمع دي طبيعي له فمن هذا اقرب لي خب ايده خيل يعني كل يعني شرد ايده خقص انه بشتي وكاو فانه ناشا مستحقه قصه يعني حد يعني والتهي اللي يعني والويذا دغدمي رغدها تفنن وابداع ليه لمخ معمل ومخ مصنع مفق ومندي يعني معملي له مصنعي له والاتي له بلاخه يعني بس اخ كل مندي ايتي وتبلاخي حب ايدخ وبقيانخ اكيد خشوة نبزالا خبع صولا زورا بخاز خالي بورتاج امت ساندرا داخل بلاخة شموع وبدع الخموخ
من دادي باصولا وزيلان ساندرا داخل بلاخة شمع وحجر أكيد دمرق بس مقيانخ لثشولة دي تبلغتح كبير متشهيانل غزيلاً بأنه التفاصيل يعني إيه بتفاصيل كبيرة صحيح. وإيه بخطوات كبيرة لازم هو متفرغ طلي فأما وقت بشعاج بلغت بلاخة يعني أي وقت تدها وكنت كاويلخ طلبية لو اتخ العفو وقت محدد بأنه آيت بش مرتاح كويت نفسيا تشولخ النابق عدولة لأنه قاقاتا مثلا مخشكك فرق البلغوديوم أو بلغوديوم العاصرتا بداية يعني أنا لتيخ وقت محدد بلخن قايح بشمعة لأن صراحة شمعة دكبن دوذني عجبي توين تقياني يعني من موسيقى ومتا وين تقياني لك عجبي يعني. بالضبط لك عجبي توي هذا ناش خوطراني وقال لدي إذن كحس أنه شمعة لين بيضح عدولة لين بيضح هدخم كل حلبي فأي وقت دك خزين أنه أتي طلبيات وخزين وين تقياني ليثن هوسة أو مندي كوذني شمعة أنا يعني عادي وبلخني بهدوء أهم شيء انت او بليل او مخشكة لك فرقة يعني اي وقت هاوي لك طلبية بس المهم هاو هدوء بالضبط هدوء كتبلخة تقاوح يعني هوت مرتاح يعني اكيد امد موسيقى امد موسيقى اكيد والحجر يعني اي شولة حجر يعني انا كم خزينة ببداية كم امرنا يعني اياتي تبلختي اني لانه صراحة لك اذا وبانه ساندرا كبلخة ادخ شولة كبيرة شبيرة او حلوية كم رخلي يعني ما حكخ الحجر ديخ بلختة حجر يعني اذخ الحكا الشولة اسهلين من شموع فما ديلا اقدر يتقمح يعني مايو من ديان خن مثلا قدرين يعني هم نفس الشيء قالب كاو قدروا خلي بقالب كبير لانه لازم يعني خوقت محدد تخاطر تايو ما بلطخ من قالب يعني كباشي فتره مثلا جو قالب ساعاتي لا مثلا طبعا لازم يعني كل قالب وشكل وبعدين كباشي انا ودغدك عاجبني او زبون دغدك كبير انه ضيفن تفاصيل اللي دغدن ده ضفته مثلا اي ورق الذهب او الوان دك كبير زبون يعني حسب مد ايما الوانك مرتاحه بش كبيره صراحه هو شمع ان اثيت له الوان هادئه بش خاك مرتاح يعني هو بغزايه بانه قون اخوار اللون الابيض يعني كبيره اخواره كبيره حلوه حلوه وهم يعني الوان اثن الوان ده ثيل قيطة انه الوان صيفيه خاكي يعني اتخ صيفي وشتوي دائما اكيد يعني كودن صيفي وكودن الوان شتويه بس انه تجياني أنا عجبي لي ألوان دكاوي هاد أخا قصة هاد أخا يعني دكايبة هدوء دكايبة يعني بما أنه مش عري لخ أنه هاد أخ أنه ريلاكس الشمع يعني دم الخرمزة دي حل الأمل أمل. الصورة يعني فأكيد مندي دهايب صورة أمل يعني قونة هايب أمل فبش حلوية بهاو يعني شولد تحجر بش سنايل بش سهليل من شمعة وأنا يعني مختاري صراحة عجبي لي من ديان غريبة تبلخنة فدغزيلي حجر مري دي بلخنة وهم إبن أمرخ دخ خمندي مكملي لتشمعة لأن يعني دها قواعد كرهمي تشمعة كرهمي تأكسسوارات يعني قضيفي جمالية هم تشمع يعني خاك مجامل أخنا زين المواد ميكك شقلت متوفري لكل مندي آخر مثلا مندي ديك بقيت ديك سنقت اللي دائما متوفري لكو محلات صراحة هو إثن من ديان متوفر لي عادي بسهولك مثلا بس إذا من ديان خلنا لا بصعوبك على ما جيلا ولدك مثلا ولدك حصلني أنا فحسبك مثلا قاقثة من دياني من بغداد أو من خارج دخدك خزين مين متوفر يعني آخر أوردرات دائما كودت دائما أوردرات كودت تشولك زين فكرة كسيناريو قدريت آية وبعدين جيلت مواد مثلا لو دائما التخطبع لأن كنت خاد كايل شولة دائما عاجب لي بانه دمساوق وموتو يعني تخاطر دهاويل الاثيال طلبيه دهاويل مندي متوفر كمواد اوليه يعني قم ايذح فاتخذ مندي دائما كشقلت وكخزنه تخاطر هاوي جاهز بالنسبه كشمع يعني لا لازم توقتي مثلا كميات البيثه
بس قوالب حسب مدك مثيان انا وهم مدك خزين انه قاقاته هم نفس الحاله زبونك طالب فلان قالب لك ما بيشن لبحك مثيان نحيله فيعني كودن قوالب مدك مثيان مندي خاثه كودن وكنشرن الصف حتى خاطر زبون دي هذا ما اتي ومالتي وهم دغدميري انه حسب زبونك بمندي معين كمثيان تخاطر انه مرضي دغدميري زبون يعني كنت كايلخ مندي خاثه دائما كايلخ تيست اكيد لازم اول مندي كايلخ تيست اكيد لازم يعني اذن هم تيست انه هم تخاطر دم صورنا تخاطر زبون تخازيله ساندرا بدارخ البدايات دي ديخ يعني والليبخ ما بقت شولخ ورأسا علنت بأنه أنا بلخن آدخ من ديان وبأسعار مناسبة وقيمة كبة التطلبية أنا موفرة نحيلة يعني كبداية شولخ ديخ واو وأم دمني كبداية شولي قصدك يعني دبلخ لي طلي دبلخلخ يعني أول طلبية دكم بلختة وغزيلغ بأنه آيت شولخ بريشيلة ومرغوبيلة وإيبخ مستمرة تقاوح وموفرة طلبيات الناس بما أنه يعني كهواية ويوا بس طبعا لا إخاء أنه كراخش بطر هواية حكي وذلك شولة طالح طبعا أكيد بس أكيد من دعم من ببابي ومن خرياثي فأني دغزيلي أنه أنا أتي أتفكرة كبيرة كمشجعي لي إله فدبديلي ببلاخح أني كم دعمي لي كبداية يعني أخني بزونو خالق أخني بزونو خالق فكم شجعي لي وكم دعمي لي كبيرة تبرع الثلي لك كبيرة فيعني أبدعم بشكم شوقي لي إنه خا قصة دمطورا من شو لي قصة وقصة فيعني شكرا كبيرة معنوي يعني بش كبيرة مهمي الكبيرة مهمي. يعني تخاطر شوقي لغدي مكملة بشو لغدي تبلاخح لين احتمال إثناش إنه حبطي لخ فانه كبشت يعني دهك خازق بانه كبير كبلخي يعني مثلا امد التخا هوايه والبواضح خ مشروع خمدي بس اكيد ليله كلها مشابه كنت خا اسلوب دقيانح التلون دقيانح يعني بالخ مني اسلوب ديح او يعني التغبصمة خاصة آية مثلا أو خرطة بثية بلخة الشمعة يجوز غداني بتاي بس بهاي لخة بصمة آية مميزة مثلا كتخة متميزة لقو بصمة دك بالخ لقو شولح أول طلبية ديخ فيلة دعو ديخ بلي خالق أول طلبية فيلة صراحة من خرطي كم بلخنا حيلة وآي ويعني كلش كم عاجب ولا بوقتح فكم نشر على صفحتي وآي فناش إذيلي فدغزيلي شولي إنه إيثن كم عاجب لي شولي فدك عاجب لي بيش لي بطلابة مني وبيش لي بيابا طلبيات ومزبونه اكيد يعني إيثن مناسبات إيثن فرصه كبير توزيعات إيثن يعني مختناول مختخرج طبعا طبعا مخ عماذل اعياد ميلادي له مناسبات كبيره للي خلصت زين كد مناسبه كوت متخملت اوضه خمندي دائما كاوتي مثلا وقت كافي تاث مناسبه كم جاهزاً أثمندي بس إيمان لك أودي صراحة وقت مناسب لا فعاجب لي إنه كل مناسبتها وإيثن محضراً طالح تخاطر يعني هم ناشط خازي لقم وقت وطلبي له زين علاقة ساندرا أمت شمع وأمت حجر علاقتي أمت شمع وأمت حجر خزين كم خزينة أنا مندي كشابيلي راحة نفسية لطالي كياو الاسترخاء تناشى أمل هم دغدميرن فيعني من هذا خبئلي إنه أنا بسخن شولة شمعة وبثقلي حجر أمح لأن مخزينة مندي مكمل. تشمع كياو الجمالية بش حليثة هم تشمعة فأثمندي يعني دك رابط يعني غزيلخ بأنه خاء كم كامل أخنا يعني خاء صيرة البوخنا شولي تروى صيرة زين يتخ تخمل تخرت بأنه دمطورة بش كبيرة من ذي الشولة أثمندي أكيد يعني كبن لكبا مستقبلا مستقبلا احتمال بثيالي فكرة خرت هم يعني خمندي كراهم تشمع وتحجر لأن يعني مندي دين بلاخح إنه مندي كرابط بمندي خنا لا كل مندي فصيلة من زين يعني. الحجر من انترنت ثيلة فكرة لو هرم جيانخ آية غزيلخ من انترنت من انترنت من انترنت كم أثيالي أتفكرة فكم بقي النوم ريشت بالخنا ها معنا طبعا خازق بأنه كبيرة الشولة ده ولا بريسا ولا بلاخح كبيرة دغدت خيرا قبخة بينا بأنه بس كنت خاك بالخلب أسلوب ديح يعني أسلوب خاص أنت بصمة خاصة ويعني تغضيق بغزاية أخوة مبلختة كبيرة يعني كل
شمعي لاني وحجر اخا وبغزايه مثلا صدفيه لا اي صدفه صدفه اي واخا خكمه من ديان كبيره حلوي بس كتخه لون دقيانح يعني صح كله خشو ليله بس كتخه لون دقيانح واخا وبغزايه بانه شمعه وتكثوته الليح هذا يعني بسورث بقرت بشمد القش شمد القش كبت القش كبيره دخلت ببالك اوضه الفكره صراحه يعني هم كم افيالي الفكره ناشد خارجني عند ثيله فمالي شد اذن هذا قالب اكيد ناشد خارجك رغبيل اثمندي طلبيل فدم شرك لي بمعرض ضد شوق القش اتيقه فغزالي ناشد خارج كبيره كم رغبيل اثقالب وكبيره كم طلبيله فيعني كم اذن والحمد لله رخش لي شويه وايب عطرها هم كم طلخن حسب رغبه الزبون اذن كم بائله بعطر اذن كم بائله بعطر دهات يعني اكثر شيء ودي امي عطرت بطيخ بما انه تم بطيخ القش فكم اذن بعطرت بطيخ يعني اي خمندي حلويه اللي انه شمد القش وعطرك رامز هم انه خمندي يعني برشته لاقو القش دائما كم رخله بشيل القش قبت القش عافيه بس لو ده تبريخ لا 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 قبت ريخة بشيل اوكي بس ريخة قبت لا. لا بشيل زيتون هم ايفن دو ريخه حلوية كاو زين شمعك شقلته مخ قوالب وكثيت آخا مثلا البيثك مبشرته كيلوات كاوي هو شمعة لكاوي قطع كثي كيلوات فكمامي عنا يعني وكوذنا حسب قالب الدريانة شمعة بقوة قالب مثلا فيعني لكاو انه شمعة قطعة او جاهزة وكمامي عنا انا لا هر يعني هر إفن شمع خاص يعني تي مشاريع الشموع يعني تصنيعة الشموع بالضبط زين والوان القون ديت مبلختي الوان ديت مبلختي اتك ضيفه الوان لو هر كاويثن الزبون الوان لا لا الوان ايثن خاصه عطر حتى شمع قصدي العفو حتى عطر ايثن خاصه شمع يعني ليه بندالخ اي لون او اي الوان او اي عطر فكل من دي عندك مستعمله نيت شمعه خاصه شمع كاوي شمع كاوي يعني حتى لون اتك مبلختي الوان اتك ضيفه هو شمع اخوار كاوي والوان انا يعني حسب ما كبر وكود التحكم كود رجد الوان أكيد يعني اكيد اثمندي متحكما اذا تاو فاتح او لون حطوخ يعني حسب وخيط او قذاذتك من بالخته هم يعني نوعيات ايثن وكشغل النوعيه ديكويا طوطة يعني تخاطر هم ريخه ادلها وادليا وين انه لابس سيما او ياوا خدخان هذا اخمندي فهم يعني قذاذة شمعة انه كبل خن حسب من شمعة لشمعة ما كرا هملة كمرخ يعني اي خمندي كبيرة حلوية لانه دغدمي رغبي انه فن وابداع له انها اختيار الوان او دمج الوان تد مبقى لون دكبت آية مثلا يعني اخا كبيرة الوان حلوية وبغزاية وتبلخت خكمة من ديان يعني اخا مخوردي له من ديان ادخ طبيعي لاني اني طبيعي كاوي مجفف مجفف اتك شغلته فني اما شمعة خاطر انه دياوي هذا خمنظر حلو يعني يعني هل اتك شغلته لو زوانك زونته هو انا زونه هاك زونته ضيفني اما شمعة اكيد دمرغ بس مقيانا خلشو لدي تبلغته او لث مشروع تكون بثخت ان شاء الله موفقة مشاركة دي يعني اخذ مشاركة اتخذ شو تبتأ اتخذ ومهرجان شوق علايا مثلا لو اتخ مشاركات خنك يثلي لك قريثة تدم شركة مشاركات صراحة ولدها انه تتي مشاركات اني مشاركت اخذ قاثة بمعرض بتسقوبة واخا بمعرض القش حاليا بس انت تتي مشاركات اتي وان شاء الله مستقبل متاتي مشاركات كبيرة ان شاء الله بخيل دماري اكيد للشولة بتخازل وان شاء الله يعني اخني كعشتار ومن دي ايبن مقروخ لطلوخو بانه مخزخ شولوخن تخازيلوخن وداثل لي لاخو قريثة او دعوة من دكانة من اني لمهرجانات او منظمات تقيمي بادخ شولان تهاوي لاخو قريثة وتدم شركوتن او مشوتبوتو برسوتو شولوخن الشولة انا نقايا دي لكبرخ الشبيرة وحلوية شكرا اكيد دمرغ بس مجيان اخ ما كبت امرتن من دي خرايا
من دي خرايا دك بندم لنا انه شكرا اخوك شكرا قناه عشتار دك ميوالا دك ميوالي اثفر صا انه دمحكن بحشولي وتخاطر ناشد اذيله شكرا اخ كبيره اكيد مخلي بمرغ بس مجانخ ان شاء الله موفقه قوشولك شكرا لك وبخيل مريم اطيت النيشة ديخ او الهدف ديخ قوشولك وقوف الخانخ ومن دي لبالك اكيد يعني كل بردان شاكوتكم شارب خمس مشروع ونبقي المشروع ديه اكيد مطور باوض مطورانوثا بخالد مريم مطيه المندي دكبت قوشولخ وقوف الخانخ وخازخ لخ بشوته بياثا او مشاركات خنا قو معارض شكرا كبيره اكيد هذا خزيان الميقل مطيل الختام هذه حلقه من خرزوخ شوعايا قون من اثري بمرغ بس مجياند ارخثن حبيوتا ساندرا المندي دك مقروال طالا الشولح والبلخانح بخالد مريا خازخلا برشتا قو اثشولا اننقايا وبريشا دي لأديو بلاخح ومقروح من بيثا تناش دكبال هذا غبا منهم خزيان نوخو شاو عخنا امد قونا خاثا وارخا خاثا وبشوف شلامة.